فنانتنا اليوم خفيفة كيف النسمة، أغانيها تتراوح بين الموروث التونسي الأصيل ونفس التجديد، تبعث في كل كلمة روح الشباب المتحرر والمعاصر اللي في نفس الوقت متشبث بهويته وتاريخه. نجمتنا من مواليد 1987، صوتها المتميز وأدائها خولولها المشاركة في سهرات مهمة كما افتتاح الدورة 47 لمهرجان قرطاج الدولي ضمن عرض إرادة لرضا الشمك. اليوم نحكيه على روضة عبد الله، الفنانة الشابة اللي من خلال مجموعتها نفس ومشروعها الفني أسرار نجمت توصل لجمهورها روح التجدد والأصالة إلى جانب الانفتاح على العديد من الأنماط الموسيقية المختلفة. عرض ضم العديد من الأغاني كيما علاش، اللي فات، ساعات، ويا ولدي، واللي تحصلت من خلالهم على جائزة أحسن عرض فني تونسي في أيام قرطاج الموسيقية. يا ولادي راني نوصيك طيور الظلام يحوموا. وآخر أعمالها تمثل في دنا دنا وقطايتي. يا على بلادي عطشان الفن هاي دنا دنا هاي دنا 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 هاي. فهل تنجم روضة عبد الله بجمال صوتها وقوة حضورها الروحي فرض بصمتها الفنية في ذي القاعدة شبابية واسعة الأنماط وتجارب موسيقية ثرية ومتنوعة؟ نصبوا لي خيام.